لسه مكملين مع حضراتكم، وخلينا نروح للعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، واللي شهدت زيادة في حجم التبادل التجاري ل 18 مليار دولار خلال عام 2022. كمان زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة للصين شهدت توقيع 4 اتفاقيات جديدة لإنشاء استثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين زيادة حجم التبادل التجاري إلى 18 مليار دولار خلال عام 2022، وأيضاً زيادة حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية. وتتصدر مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين في منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري التي يتواجد بها 141 شركة في قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10,000 فرصة عمل مولدة حتى نهاية يونيو 2023. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع مصر 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطور الصناعي الصيني تيدا مصر داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث تم توقيع خطاب نوايا فيما يتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة أخرى من الأرض تبلغ 3 كيلومتر مربع لإقامة منطقة صناعية إضافية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا مصر والتي تبلغ 7.3 كيلومتر مربع وتخطط إجمالي الاستثمارات بها حاجز 2 مليار دولار. كما تم توقيع 3 اتفاقيات إطارية ثلاثية الأطراف باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار، فضلاً عن توقيع خطاب نوايا لتوسعات المطور الصناعي لصناعات مواسير الزهر على اتفاقية إطارية تهدف لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا مصر. ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسي لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات. كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، حيث يتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما يوفر 600 فرصة عمل. وتعد مصر إحدى الدول الواقعة على طريق الحرير البري والبحري الذي تختص أحد خطوطه بربط الصين بالشرق الأوسط وإفريقيا.